لجنة تقنية معلومات الاتصالات بغرفة الرياض واللجان التابعة الصحة الرقمية والتعليم الرقمي والتقنية الناشئة والأمن السبراني كلها معنية وتعنى بكل القطاعات الموجودة في المملكة، الصناعة والتجارة وتقنية الاتصالات والمعلومات، لأن كلها تعتمد على منظومة التحول الرقمي. فهذه المنظومة تحتاج إلى مهندسين بشكل أو بآخر، ومهندسين من ذوي المهارات وذوي الخبرة ومن حديث التخرج. فعملنا من منطلق هذا المنطلق أنه كل الجهات هذه تحتاج إلى كفاءات من مهندسين وذوي مهارات، فتم التنسيق بحمد الله بين لجنة تقنية المعلومات والاتصالات واللجان التابعة مع جمعية التوطين الهندسي. جمعية التوطين الهندسي جمعية متخصصة في إنشاء تجمعات ممكنة لسوق العمل ولبناء توفير مهاراتهم للسوق. الحمد لله تضم الجمعية ما يقارب أكثر من 2000 مهندس ومهندسة، يعني يسعون أنهم بقدر الإمكان أنهم يصلون للسوق والسوق يصل لهم، بالإضافة إلى مساهمتهم في منظومة التحول الرقمي إن شاء الله اللي يقودها صاحب سمو ولي العهد حفظه الله. طبعا خلال الأيام الماضية تم التوقيع مع الجمعية وتم بناء معسكر، أول معسكر إن شاء الله ويتبع معسكرات أخرى، لأن العدد ما شاء الله المهندسين اللي يرغبون في الانضمام لهذه المعسكرات لتمكينهم من المهارات اللي يحتاجوها لسوق العمل. عملنا معسكر 3 أيام مع إحدى الشركات الوطنية ما قصرت، متخصصة في بناء السيرة الذاتية وإبراز المهارات وكيفية البحث بالسوق، والحمد لله حضر المعسكر عدد كبير مدة 3 أيام. جزء من المهندسين تم يعني تسجيلهم، وكان مخرج جميل جدا نتج عنه يعني انضمامهم اليوم. احنا عندنا بعد المعسكر عملنا ملتقى، واحنا اليوم نحضر هذا الملتقى لتمكين اكثر من 1500 شاب وشاب من الوصول للسوق. ونشكر الشركات المشاركه معنا، الحمد لله وصل اكثر من 100 شركه مشاركه ترغب بتمكين وتاهيل الشباب، وهذا يدل على ان سوق العمل جاذب وفيه عند الشركات الرغبه في ايجاد كفاءات وطنيه محليه ذات مهاره تمكنها من مواكبه التحولات الرقميه اللي تصير في المملكه. بالبدايه الشكر موصول للغرفه التجاريه بالرياض ممثله برئيس لجنه تقنيه المعلومات المهندس منصور العبيد الذي كان خلف كل هذا الجهد لإنجاح هذا الملتقى ولدعمه وحرصه لجمعية التوطين الهندسي في تمكينها في هذا الملتقى. الفكرة جت بعد ما نشرنا استبيان شارك فيه أكثر من 700 مهندس ومهندسة. كان الهدف من هالاستبيان هذا معرفة التحديات اللي يواجهون المهندسين والمهندسات. بعد التحليل البيانات وجدنا أنه في تحديات كثيرة، لكن أبرز تحدي يواجه المهندس والمهندسة هو المهارات الناعمة أو بما تعرف السوفت سكيلز. فهذه المهارات اللي ما توجد عند المهندسين هي اللي تحرمهم من حصولهم على فرصتهم الوظيفية الأولى. فحرصنا أننا نركز على هذا التحدي، والتحديات الأخرى إن شاء الله راح نجي لما، لكن التحدي هذا يشكل 67%. وخلونا نشارككم بعض الأرقام. 67% من اللي يذهبون إلى المقابلات الوظيفية ما يحصلون على فرصتهم الوظيفية بعد هالمقابلة هذه، بمعنى 470 مهندس ومهندسة من أصل 700 يروحون للمقابلة ولا يحصلون على فرصتهم الوظيفية. إذا كان علينا تحدي كجمعية التوطين الهندسي أنه يكون أول مبادرة نطلقها جمعية التوطين الهندسي هو إقامة ورش عمل لمدة 3 أيام بالتعاون مع غرفة الرياض ممثلة بلجنة تقنية المعلومات لمعالجة هذا التحدي. وكان الملتقى والورش عبارة عن 3 أيام. اليوم الأول هو التوجه المهني، بحيث نعطي المهندسين وش ممكن تكون بعد ما تتخرج، وش الوظيفة اللي ممكن تقدر تدخلها وتتعلم منها وتفهم منها. الثانية السيرة الذاتية وتطوير السيرة الذاتية، واليوم الثالث مقابلات افتراضية، مقابلات حقيقية، يعني تتصل عليهم الشركة كأنه شركة ويجوا للمقابلة ويعملون مقابلة حقيقية. الحمد لله ردود الأفعال بعد هذا الملتقى وبعد الورش العمل تفرح القلب.
احنا بمجال شركتنا عندنا تقييم عقاري وتقييم الات ومعدات، فاغلب الشغل اذا ما كان كله يعتمد على المهندسين، نبغى مهندسين يروحون للمكان يقيمون الارض يقيمون الاله. يعني عندنا اعتقاد انه ما في احد فاهم الاله او المعده او الارض كثر اللي بانيها او كثر اللي مصممها اللي هم المهندسين. فملتقى زي هذا الامانه ساعدنا مره كثير، انه خلاص جونا اكثر من مهندس، اكثر من 10 مهندسين، سهل علينا البحث، سهل علينا خلاص جتنا السي في واحنا بمكاننا. فمره الامانه حتى اتوقع اكثر من شركه نفس مجالنا اللي تعتمد على الهندسه، فسهل لنا الحمد لله هذا الملتقى هذا الامر. خلال المعسكر كان 3 ايام بدينا فيه في رحله اكتشاف ذات والميول اللي ساعدتنا نحدد فيها المسار المهني المناسب لكل شخص. بعدها انتقلنا لخطوه طبعا خلالها ادوات ومهارات تساعدك في انك تبحث او تحدد المسار بالذات. بعدها انتقلنا الى مرحله اللي هو كيف انك تقوي، كيف تسوي لك ماركه شخصيه بحيث انك تعرف بين الناس، كيف انك تكون علاقاتك عن طريق الوسائل المهنيه مثل لينكدين، كيف انك تقوي صفحتك على لينكدين. بعدها اختتمناها بالسي في وكيف انك تكون سي في قوي جدا بحيث انه يبرزك ويميزك بين المتقدمين. سوينا المقابله شخصيه تجريبيه فادتني بالنسبه لي على الصعيد شخصي جدا بشكل كبير في اشياء جوانب كانت خفيه لي ما ظهرت الا بعد الدوره هذه او 3 ايام هذه. بالنسبه لي كان الطريق ما كان واضح المعالم. بعد الادوات والنقاط المهمة اتضحت لي معالم الطريق، عرفت وين اقدر امشي وين اقدر استمر.